السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي، قبل ما نسخف لكم وتقدر تجيني الله يحفظ لي قدرنا شي جلطة، خلوني ناكل. أخرنا ولا تعجبني هاد الباك هذا ديال لاباشكيري، كيجي فيه هو ديال دراري صغار، بوركي كيجي فيه واحد السوموس تيتو كيجي فيه هادو. برو أنا ولا تعجبني ولا تنشري بزاف. البارح شريت جوج غير باش نقيسهم، كليت واحد البارح وواحد غنفطر به اليوم. كيجي بحال هيدا، صراحة عجبني لذيذ بزاف. كيجي فيه واحد السومو نخرجو معايا حيت لقيتوني غنخرج غنمشي نقضي واحد الشغل بإذن الله. وقبل ما نمشي نقضي الشغل خصني ضروري نتحدث معاكم واحد الموضوع جد سيريو. المهم الحليب اللي عملتو تيسخن باش ندير واحد الكولاطا. انا صراحه تعجبني هذا الجبن هذا واعر الصباح مره ديتو تسقوصو عليا. شي جبن حليب ونج سبحان الله العلي العظيم. المعالق الصغار تيتلفوا لي اختي بزاف، خصني دابا نشري شي باك، شي باك يكون كبير. الكاس ديالي تيقول لكم لي ما تيحبنا يضف نمنا واخا يكون ولد ربنا. الشربة في هاد الكاس واعره على برده. المهم علينا، اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع جد 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 راج راقش نو راقش لا اللي متعرفش هضر فرونسي باسكو جو سوي با فرونسي. على واحد الموضوع رائش في مواقع التواصل وهو الموضوع ديال باتمان اللي داير لنا لالا تتبغي تعيق علينا وتبان علينا وتقول لك راه شريت الفيلا. لا هادي خصني نضرب عليها شي تراغ قبل ما ندخل في الموضوع. للتوضيح فقط، حيت وصلتني اخبار بلي ان هي كتقول ما عرفتش واش عليا ولا على غيري، بحق الا كانت عليا خصها تسميني باش نقدر نضربها. كتقول لك بلي كيبغيو يديروا البوز على ظهرها. والبوز بغيتي ديري على ظهرها. لتوضيحي فقط وغندخل في الموضوع باتمانة، شوفي نقول لك دراكولا، شوفي ندوي معاك كاخت مع اختي. واش نقول لك اختي، انا راه ملي بديت في الساحه ديالي الخرواويه، عفوا وعفوا الجمهور الحبيب والعزيز ديالي، ملي بديت في الساحه الفنيه ديالي. انا الفن ماشي غير هو الغناء وهزيت رمتك وحطيت زازلك، لا، الفن هو انك تدافع على حقوق الناس، انك تدوي في مواضيع، هذا بالنسبه لي فن، انك تعمل فيديوهات، انك تعمل فلوجز، انك تعمل بزاف د الحاجات، هذا بالنسبه لي انا فن. فهمتني؟ دابا ملي بديت الساحه الفنيه ديالي حبيبه، سبحان الله العلي العظيم، هي دابا نقدر نقول لك داكشي تهدن. اما ملي بديت في المره الاولى حبيبه الفيديوهات ديالي كانوا كيفوتوا من 3 د المليون 4 د المليون الفوق، ان شاء الله كنت بديت. انت ملي بديتي شنو درتي؟ دراو عليك في استوديو الكذوب، مشيتي لحزق تايلاند دراو عليك، ها لقيتي تدوري 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 في السعوديه حتى لقيتي اللي يجمعك، والله ملك الحمد، نتمنوا الخير لاي واحد. المهم فلهذا ما تعاوديش تقولي ديك الكلمه ان بنتي دير البوز على ظهرك. انا تنحط غير فيديو تنقول فيه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، جيت نجرب معكم الكافي، ما تنبانش عليك، تيطلع عليا والله مالك الحمد. تهضريش بزاف، قبل ما تهضري بحثي باش ما تسميش غلطه. المهم لالا السيده كتبان علينا انها شرات الفيلا ديالها جديده ودارت وفعلات وتركات. سبحان الله العلي العظيم، وهو قالوها انا زمان قال لك الله ينجيك من الجيعان الى شبع.
هذا هو المشكل. شوفي نقول لك واحد الحاجه، ليست السعاده انك تشري فيلا وتشري ودير وتفعل وترك. باش شريتي الفيلا بهزت ترنتك والحمد لله، اللهم لك الحمد، ماشي مشكل. زعما شريتي الفيلا زعما شريه ليا مكه المكرمه، زعما شري بنيتي ليا بيت الله اللي غتمشي الناس تصلي فيه، شاد العياقه. ويلي اختي شاد العياقه بزاف على هذا البيان والبيان. حيت راه ماشي زوين، راه حرام. علاش انت تعرفي بينك وبين مولاك؟ لو كنت تعرفي بينك وبين مولاك ما غديريش بحال هاد التصرفات هادو، لانك انت استغفر الله جيعانه، ما عمرك شتي الخير. واللي ما عمرو شاف الخير وتيبان له شويه ديال الخير صافي راه مسكين، الله يسر. كاين بزاف ديال المغنيين اللي هما مشهورين عالميا، مثلا نهضروا على سعيد المجرد، بغيت نقول مجرد. سعيد المجرد عائله لا باس عليها، عم شنو ديالك هذاك ما عنده لا ديور لا والو، راه عنده الفيلا في باري، عنده الدار ما نعرف فين، راه كل دوله اوروبيه عنده فيها دار، وعمره ما بان ولا قال انا شريت وانا وانا وانا. باش تعرفي الناس اللي كتكبر في الخير. غندوزو لطيفه رقفت. لطيفه رقفت عم زعما لطيفه رقفت غتكون عايشه في البراكه؟ لطيفه رقفت عايشه لك في الفيلا ديالها، الفيلا ديالها وديال احلام المغنيه السعوديه بحال بحال. وعاد ديال لطيفه رقفت حسن وحسن، كنت واقيلا شفتها في واحد الخطره كانوا داروا مع واحد انترفيو، دخلاتهم بالدرع لدارها، قالت لهم انا ما سامحنيش ندير انترفيوات في داري، انا اللي بغى يهضر معايا يمشي البلاطو، انا ما يجيوش لعندي للدار باش ما نبانش على الشعب. الفيلا ديالها فيلا رائعه. نزيد نعطيك الاسماء، عمرهم ما تيبانوا. شنو ديالك دابا ديالك هاد الناس هادي ما عندهاش؟ راه الناس عندهم وتا هما شارين، راه ما عندهمش غير دار وحده، عندهم ديور. الحق سبحان الله العلي العظيم ما تيبانوش. وانت مسندره كلك على بعضك جا الوقت تعجبك تباني. خليني نضرب عليك واحد واحد الدغيمه، نقدر نسخف لكم في اي واحد وانا كنهضر على دراكولا. Esto está riquísimo. La herpe. شحال الساعة نخرج؟ المهم كيفما قلت لكم سبحان الله العلي العظيم، بنادم دين مو جيعان تيعجبو يبان. انا ماشي عليا انا، شتي انا راه وصلوني ميساجات باش ندوي في هذا الموضوع. تيبقى فيا بنادم مسكين ما عنده ما ياكل، ما عنده ما يشرب، تيشوف بحال ديك يعني مسكين غير سارق الويفي باش يدخل يتجسس ويشوف شنو كاين، تيدخل كيلقى الاخرى تتبان عليه راه ما عندي وانا درت وانا فعلت وانا تركت. انا بعدا تنقدر الناس المسكينه اللي ما عندهاش، انا تنقدر الناس، ما نقدرش انا نبقى نوريهم. انا داري عباد الله، وعدو بالله من قلت داري داري. شحال واحد كيقول لي ساره ديري لنا فيديو على الدار الجديده، ما نديروش. راه كاين مسكين اللي ما عندوش حتى الربع فين يسكن، كاين اللي ما عندوش حتى البيت فين يتخبى، كاين اللي كطيح عليه الشتا في الزنقه، كاين اللي كيتحرق بالشمس في الزنقه. كاين بزاف ديال الناس، بزاف 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 ديال الناس محتاجه ديال بصح، ماشي ديك السعايين اللي كيديروا راسهم كيسعاو. الناس كتسعى ديال بصح، يعني كاين ناس مسكينه مريضه ومصيبه وما لاقيش حتى اللي يعاونها، كاين ناس اللي مليوحه في الطبيب، كاين ناس اللي فيها مرض وعندهم خمسه سته وليدات، وكاين ناس اللي عايشين في برارك هما وعشره دولادهم تبارك الله. راه بزاف اشروا لنا كنشوفوا في اليوتيوب كيديروا ريبورتاجات مع الناس، راه حاله يرثى لها، راه داك الشيء يدمرك من الداخل. سبحان الله، انا غير كنشوف داك الشيء قلبي تضرني، قلبي تحرقني، لان علاش كنقول مساكن الناس حشومه حشومه، يعني الناس ما عندهاش القوه. دابا داك الميساج اللي وصلني مرول، شوف شكون لولا كتقول لي صباح الخير. بونو دياز يا مورا، نقول لك سكتينا. ف
تبقى فيك الناس، يعني كيبقى فيك الناس كتقولي شوف يا ريت لو كنت انا قادره ندير شي حاجه، واللي قادر الواحد اللي قادر يدير شي حاجه هو السيمو، ولكن السيمو ما مسواش. وانا ما تلقيش عليه اللومه، وحق الله اللومه ماشي على السيمو، السيمو راه ما في يدو والو، راه في يدين ها صافي ويلي. قالت لي انا زوينه في الفوتو تسمي بعد نجاوبها. ف يعني داك الناس اللي مخدمهم هما اللي ما دايرينش خدمتهم، يعني اش غنديروا لو كانت البلاد منظمه؟ يعني حتى هنا في اسبانيا كاين الفقر، ما غنكذبوش كاين الفقر، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه انك تشوف بنادم مقطع مشرد مليوح في الزنقه ما عنده فين يمشي، عشرة الوليدات ما عندهم لا ما ياكلوا ولا يشربوا. لا بالعكس، هنا ملي كيكونوا عندك الاولاد راه هنايا الناس كيولدوا بزاف، ما تعرفوش انها غريبه كدبان تيجيو لهنا تيولدوا بزاف باش كيعطيوهم المعاونه. هنا قد ما كانوا عندك الاولاد بزاف قد ما تيعاونوك ديال بصح، كلشي فابور. فهذا هو المشكل، زعما اش نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما الانسان واخا يعيش وفي يشوف كيلقى بلي كاين غير قحاب، هزي عليا نهز عليك، حتى شي قحبه ما في استفاد الناس، حتى شي خريه ما في استفاد الناس، ولاو تيخلعونا. شحال هادي كنا كنشوفوا المغنيين والمغنيات الزين تبارك الله، كان غير داكشي غير بالبيض والكحل، ولكن كان الجمال، الجمال تيبرق. ودابا جيب لي غير شي مغنيه الله يرحم الوالدين وديري لها الكولور بيض والكحل، غتبان لك الله يحفظ بحال الجن، ويلي تبان لك بحال الجن الله يستر. اعوذ بالله مش تراجم يخلعوا الدراري الصغار، المشكل شحال هادي كان داكشي زوين وكانت الحلاوه وكان بنادم تيعتني بالبشره ديالو ويدير الحنه والغسول. دابا ما كاين غير البوتوكس والموتوكس والخروط والزروط والبروط، بقى لكم على البول تاهو بولو وطلصو في وجهكم، راه تينفخ الاحناك وتنقي لي غاسين، لي غاسين ديال الشعر ولا ديال الوجه ما نعرف، انا مثلا ما عنديش مع الفرونسي قلت عليكم 100000 خطره. فهذا ما كانش غنقول لكم، دابا غادي نسيقكم اعزائي المشاهدين وغادي نقول لكم او ريفوار. عارفين نسمعكم وتنحماق عليكم، ولكن طلع لي الدم، طلع لي الدم كنشوف هادشي اللي تعملوا، هاد الجيعانات ديال هاد الوقت الله يستر وصافي، الجوع والنوع والبكا بلا دموع، الله يستر يا سيدي ربي. وفخورين بريوسهم، فخوره براسها انها دات الراجل لمراته، فخوره زعما ديتي شي حاجه. وسيري سيري سيري سيري، راه المراق ديال طبو لمراته باقي لاسقلو في فمه، سيري 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 الله يعفو عليك، صافي متعصبونيش، تصبحوا على تصبحكم مبروك. غادي نمشي بحالاتي، ما رشقش لي نكمل معكم الفيديو، غنمشي ما تزيدوش تعصبوني حيت نقدر نضرب شي واحد في اي توغه لحظه. ياه على بشر، يلا يلا سلامه.